يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكتب الله على عبده المعصي، يقول كيف يكتب الله على عبده المعصية والكفر قبل خلق السماوات والأرض ثم يعاقبه عليها؟ ما يعاقبه على الكتابة التي كتبها، إنما يعاقبه على فعله هو باختياره. قلنا لكم هذا وبيناه لكم، لا تصير جبري، الله يعلم هذا، كتبه في اللوح المحفوظ، لكن لا يعذبه على ذلك حتى يبرز هذا ويفعله العبد بنفسه وإرادته ومشيئته واختياره. نعم.